أهلاً وسهلاً بيكم في برنامجنا زي السكر. أنا نرمين هم، والنهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض وصفتين. أول واحدة هتكون كيك اللوز، وتاني واحدة هتكون ميني التشيز كيك بالفراولة. نبتدي بكيك اللوز، والمقادير بتاعته 400 جرام سكر، 230 جرام زبدة، نص كوب شرايح لوز، 4 بيضات، 2 معلقة صغيرة فانيليا، 225 جرام ساور كريم أو كريمة حمضة، 60 مليلتر كريمة، 300 جرام دقيق، نص معلقة صغيرة بيكنج سودا، ونص معلقة صغيرة ملح. بالنسبة للجليز عندنا 200 جرام سكر بودرة وحليب. نبتدي دلوقتي نعمل الكيك مع بعض. هنحط الزبدة، نجيب معلقة، وهنحط معاها السكر، وهنبتدي نضربهم لحد ما يمتزجوا كويس. بعد كده هنضيف البيض واحدة واحدة، هحط الفانيليا مع البيض، وهحط البيكنج سودا والملح مع الدقيق. نبتدي نخلطهم مع بعض. دلوقتي هنضيف بقية المقادير، هحط الدقيق، وأضفنا إليه البيكنج سودا والملح، هحط الساور كريم، والكريمة، نخلطهم مع بعض، وأول ما يمتزجوا هحط اللوز، وبرضو هنقلبهم شوية صغيرين في العجان، وبكده تبقى العجينة بتاعتنا جاهزة. كده خليط الكيك جاهز. هنحطه في صينية، احنا هنحطه في رينج، لكن ممكن طبعا نحطه في صينية عادية مجهزة بالزبدة والدقيق بالشكل اللي هنحبه. هندخلها الفرن بدرجة حرارة 160، وهتقعد في الفرن حوالي 40 دقيقة. دلوقتي نعمل الجليز. اجيب بول، هنحط سكر البودرة في بول كبيرة شوية عشان اعرف اقلب، وهنضيف لبن زي ما نحتاج، هنحط شوية صغيرين في الأول وبعد كده نزود لو احتاجنا، وبكده يبقى الجليز بتاعنا جاهز. هجيب الكيك بعد ما بتطلع من الفرن، ده بيكون شكلها، ونبتدي نحط عليها الجليز.
ونجيب لوز محمص ونحط فوق الجليز. وبكده نكون خلصنا أول وصفة في حلقة النهاردة. عملنا كيك اللوز مع جليز السكر واللوز المحمص. يا رب تكون عجبتكم. نطلع فاصل وبعد كده نكمل الحلقة مع بعض. اهلا بيكم. نعمل تاني وصفة في حلقة النهاردة اللي هي ميني تشيز كيك بالفراولة. ومقادير القاعدة عندنا هنا 50 جرام زبدة و 150 جرام بسكوت بشوكولاتة مفروم. بعد كده عندنا الفيلينج هيكون عبارة عن 300 جرام فراولة، 500 جرام جبنة كريمية، 100 جرام حليب مكثف محلى، 1 معلقة صغيرة فانيليا، نص معلقة صغيرة ملح، و 20 جرام جيلاتين مذوب في 60 جرام مية. وآخر حاجة عندنا جليز الفراولة عبارة عن 200 جرام فراولة، 100 جرام سكر، و 10 جرام جيلاتين مذوب في 30 جرام مية. هنبتدي بالقاعدة. بنحط البسكوت المفروم ومعاه الزبدة المذابة، بنخلطهم مع بعض وبعد كده بنحطهم في قوالب التشيز كيك اللي هنعمل فيها. طبعا نفس الوصفة ونفس المقادير وكل حاجة، ممكن نعمل بيها تشيز كيك كبيرة عادية لو مش عايزين نعملهم صغيرين. بنحط البسكوت في القوالب زي ما احنا شايفين كده، وبندخلها الفرن 5 دقايق علشان تتماسك. ودي هتبقى القوالب اللي هنعمل فيها التشيز كيك. دلوقتي نبتدي نخلط بقية المقادير. هحط الكريم تشيز، الفراولة المهروسة، حليب مكثف محلى، الملح والفانيليا. هخلطهم مع بعض الأول وبعد كده هحط معاهم الجيلاتين. كده خليط التشيز كيك جاهز. وهناخده ونبتدي نحطه في قوالب اللي جهزناها. وطبعا هندخلهم التلاجة لحد ما يتماسكوا علشان نقدر نحط عليهم الجليز اللي هنحضره مع بعض دلوقتي. للجليز هنحط الفراولة ومعها السكر على النار. وهنستنى لحد ما يغلو والسكر يذوب تماما. بعد كده هنضيف عليهم الجيلاتين وهنحط الجليز ده فوق التشيز كيك.
اوكي كده الفراوله ابتدت تغلي والسكر داب، هحط معاها الجيلاتين. ونذوبه فيها. وطبعا مش مفروض نحط فوق التشيز كيك غير لما هي تجمد خالص، لكن بس هعمل واحده علشان اوريكم هنعمله ازاي. وطبعا لو لونه طلع ساعات بيبقى الفراوله لونها فاتح شويه، ممكن نحط لون احمر، وده اللي انا عملته مع اللي جهزتها من قبل كده. هنحط الجليز فوق وبعد كده هندخلها التلاجة علشان تجمد. وده بيكون شكل ميني تشيز كيك الفراولة بعد ما بنخلصها. يا رب تكون عجبتكم. عملنا النهاردة كيك اللوز وعملنا ميني تشيز كيك الفراولة، وأشوفكم في الحلقة الجاية على خيرة الله إن شاء الله.